تعالوا بقى نشوف يا جماعة بقى الحلويات دي. التتبيلة على الزبط خالص. الحمد لله فضل الله. ما شاء الله ما شاء الله. لما نيجي نتكلم على سندوتش الجمبري هنا فاحنا بنتكلم على سندوتش الجمبري بتاع الطيبين يا جماعه، سندوتش جمبري بتاع ايام زمان، السندوتش اللي الجمبري الرفيع الصغير اللي سعره حنين اللي بيخليك تاكل وتتكيف وتتمزج من عند الناس الطيبين الحلوين. اي نعم الاسعار ما بقتش زي زمان بس ما زالت مقارنه بكل الاسعار اللي احنا عايشين فيها دلوقتي فيعتبر سعر ممتاز. سندوتش رايق طعمه حلو وتتبيله رايق وحاجه من الاخر، غير طبعا ان عم ابو علي راجل فعلا يحسسك ان لسه الدنيا بخير، ونقول له ربنا يديك الصحه والعافيه وتفضل واقف على رجلك لاخر وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محمد الشامي يحدثكم ويحييكم للمره الرابعه التوالي من الزقازيق، وكده كده كله في نفس اليوم عشان ما حدش يقول ايه انت ازاي لابس نفس القميص، فيهاش حاجه، احنا بتوع بعضينا وبنلم الدنيا، وانتوا عارفين دلوقتي الحته بقت غاليه فيعني ايه بنمشيها مع بعضينا، فيهاش اي حاجه. طبعا ايه ما ينفعش تبقى في الزقازيق وتدور طبعا على الزقزوقات او الزقازيق الصغننه اللي هي ايه المميزه، فالنهارده جايب لكم زقزوقه من الزقازيق المهمه، كميه زقزقه في الموضوع انا مش عارف انا قلتها الجمله دي مش عارف اعيدها تاني. دلوقتي بقى احنا بنتكلم على ايه؟ على علامه من علامات الزقازيق في حي المنتزه، تحديدا قدام مستشفى المنتزه، جمبري ابو علي. ايه بقى حكايه جمبري ابو علي ده؟ عم ابو علي هو راجل من اصحاب الهمم الجمال المحترمين، بقاله عمر كبير وعلامه كبيره جدا في موضوع سندوتشات الجمبري الاقتصاديه اللي موجوده هنا في المنطقه. تعالوا بقى ايه؟ انا هنختم بقى، يعني احنا هنختم ها؟ ما انا مش هروح اكل في حاجه ثانيه، انا فعلا مش مفيش، يعني هو ده اخر حاجه، احنا نضرب الجمبري ونركب عربيتنا ونروح، عشان اكتر من كده العمليه هتبوظ من الجناب وهنمشي يعني يلا يلا بينا عشان ده موضوع انا بنتكلم فيه بعدين عشان ما نضيعش وقت الناس. وصلنا عند جمبري ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ يا مبارك ازي صحتك؟ يا رب تبقى بخير يا رب يا مسلم. انت بقالك كام سنه في الموضوع ده هنا كده؟ 25 سنه. الله اكبر الله اكبر. من ايام ما السندوتش كان بكام؟ بجنيه، ايام الخير كلها وان كان... شاء الله كله خير يا رب. السندوتش كان بجنيه. حضرتك بتعمل بقى ايه؟ جمبري وصبيت؟ جمبري وصبيت وفليه. وفليه ثلاثه بس. ثلاثه بس. والسندوتش كان بجنيه. دلوقتي وصلنا كام بقى في الاسعار؟ 25 ومش بيجيب حقه كمان. 25 ومش الله يكون في العون، الله يكون في العون. الاسعار عدت جامد قوي بس بنقول الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. انت يا حاج بقى بتقف، انت بتفتح وانت بتقف وبتجهز وبتعمل كل حاجه. الحمد لله. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. حضرتك بقى بتفتح من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 2 لغايه الساعه 12 بالليل. من 2 الظهر ل 12 بالليل. احنا هنا فين بالظبط؟ والناس اللي تحب توصل لك هنا توصل لك ازاي؟ انا في ميدان المنتزه هنا. ميدان المنتزه؟ اللي قدامنا ده هو ميدان المنتزه يعني؟ الحمد لله نحمد الله. ولو اي حد يقول عايزين نروح عند ابو علي الجمبري يقولوا له معروف الحمد لله. معروف قدام المستشفى، مستشفى المنتزه. ربنا يديك الصحه والعافيه. هتدوقنا ايه بقى؟ عندي جمبري النهارده بلدي بلدي بلدي. جمبري بلدي. يلا بينا. ما شاء الله. كنت في حاجه بشتغل فيها الزيت جديد جديد، بجيب كل حاجه الحمد لله، خد اغلى حاجه. ربنا يديك الصحة والعافية يا حاج. طبعا بقى يا جماعة الجمبري البيبي الصغير بتاع السندوتشات اللي كلنا متربيين عليه الجميل التحفة ده بقى ايه لما بيتحط في السندوتش بيبقى حاجة تانية خالص. ده كده الجمبري بعد التتبيلة بتنزله في الزيت بقى. ما شاء الله عليك. طب انزل في الماء الأول. أنا شايف تكنيك غريب قوي، أنت بتحط المعلقة مقلوبة وبترمي الجمبري على المعلقه. وبعد دي ليها هدف يعني او ليها حاجه؟ طبعا. يعني كده عشان الجمبري ما ينزلش في قلب بعض وماسك في بعض. حلوه الحته دي. هو ده بقى يا باشا سر الصنعه برده والخبره. الحمد لله فضل من ربنا. ربنا يديك الصحه والعافيه يا حاج. حاج سيد جهاد وحاج محمد جهاد. هم اللي بيوردوا لنا الجمبري. الله يبارك لهم. هنا في الشرقيه. لا في العبور. في العبور بيجيبوا لنا بالعبور. وشريف جمعه شريف عريال بتاع دمياط برضه الله يبارك له، عايز في البورد برضه بيجيب احلى شغل. برضه بيجيب من عنده جمبري برضه. ما شاء شريف الله. شريف عريال. والسبيت والفيليه بيبقى مستورد. لا 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 بجيب بلدي من بلدي برضه بتشتغل برضه اللي من السوق يعني. اشربيات. اشربيات سبيت فيليه اشربيات. والسبيت بلدي برضه. الحمد لله. الله اكبر عليك. وفي ناس برضه بتقعد مخبز برضه جنبي، ناس طيبه برضه بيعملوا لنا عيش مخصوص الله يبارك لهم. العيش برضه بتاعك مخصوص، حاجه ليك مخصوصه. واحدة كده شوف الجمبري بتاعك. يلا بينا. دوق كده بس، لكن قول لي رأيك ايه؟ ما شاء الله.
تعالوا بقى نشوف يا جماعه بقى الحلويات دي. التتبيلة على الزبط خالص، الحمد لله فضل ما شاء الله ما شاء الله. قرمشة كتير وتتبيل مظبوط. بجيب انضف حاجه، بهارات بجيبها، كل حاجه بجيبها لها مركبها، انضف حاجه ما شاء الله. ما جبش اي شغل ولا دي ده التوم الباودر اللي بتحطه في التتبيل بترشه بعد ما بتخلط. ما جبش اي حاجه، الا لازم يكون مصدرها معروف شركه. ده شكل السندوتشات يا جماعه ما شاء الله. السندوتش بيكون مركب زي ما انتم شايفين، عيش بلدي مركب. بتوصلوا بقى يا حاج ولا بوصل؟ طب يوم الجمعه اجازه. يوم الجمعه مفيش توصيل. يوم الجمعه اجازه. طب التوصيل عندك يعني الراجل في رقم تليفون مثلا قوله لي كده. 010 1350 6949 6949 010 1350 6949. عند ابو علي هتاكل جمبري من الاخر. كل حاجات الدقيق البلدي دي انضف دقيق. انضف دقيق ما شاء الله، انا شايف الله اكبر الحاجه كلها، حتى الزيت يعني ما شاء الله. بجيب الهايز، ما جبش اي حاجه رخيصه ابدا ما شاء الله. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يكرمك يا رب ويرزقك. شم الريحه بقت تحفه، الريحه تحفه بجد يعني. التتبيل خطير ومفيش زفاره خالص في المكان ولا ريحه زفاره نهائيا نهائيا. ربنا يديك الصحه يا ابويا. لب ده اللب، هو عامل زي اللب بس السندوتشات شكلها خطيره، اقسم بالله شكلها خطيره. الطحينه بقى العاديه والطحينه السبايسي، وربنا يديك الصحه والعافيه. الحمد لله والله العظيم منك اي حاجه حلوه. الحمد لله ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ابو علي. يلا بينا يا جماعه بقى نخش نشوف. السندوتش مليان لحم. لا او عايز اقول لكم ان الكراست التتبيل نفسه اللي عليه بتاع القليه مش واكل الجمبري، لا يعني الجمبري باين وفي نفس الوقت القرمشه باينه بتاعت القلايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الواحد عايز يشيله مثلا ايه في خمس سندوتشات 10 سندوتشات وهو مش حاسس من حلاوته. ما انا بكلمك. والعيش حلو، العيش حلو قوي ياكلك. ياكلك فمكمل الموضوع كله بقى مع بعض. ربنا يديك الصحه والعافيه، ربنا يديك الصحه. انت قلت لي بقى ان انت السبيت والفليه والجمبري على حسب الايام. عشان انت شغال فريش. يعني المتاح النهارده ايه مثلا؟ النهارده الجمبري ان شاء الله يوم السبت بامر الله، هيجي سمك قشر بياض بامر الله. يعني اقصد ان انا باجي بسالك ايه المتاح، فبتقول لي والله النهارده متاح كذا. بجيب حد اجيب الحاجه اول باول، اول باول طازه. فعلى حسب المتاح بتشتغل يعني. طب برضو دي معلومه جميله. عم ابو علي موجود في مكانه هنا قدام مستشفى المنتزه من الساعه 2 الظهر للساعه 2 بالليل، ولو الدنيا مريحه بيقفل بدري شويه، وكل يوم في الاسبوع صح ولا عندك اجازه؟ لا اجازه الجمعه. اجازه بتقفل الجمعه. يوم الجمعه اجازه، تعالوا عند عم ابو علي وهتدعوا لي. لو انتوا قاعدين في التجمع وزهقانين وعايزين حاجه جديده وحبيتوا تتعشوا عشوه مختلفه وجديده، 45 دقيقه بالظبط هتبقوا في الزقازيق هنا، وهتبقوا قدام المحل عند عم ابو علي وهتاكلوا جمبري وتدعوا لي. تسلم ايدك يا كبير. الحمد لله فضل من ربنا. ربنا يكرمك وشكرا على الاستضافه الحلوه دي وعلى مقابلتك الجميله دي. ربنا يخليك لينا يا باشا. حبيبي يا باشا، كل سنه وانت طيب. حبيبي حبيبي ربنا يخليك.